موجودين بمشروع محمد بن راشد سيتي ديستريكت 1. رح ناخذكم بجوله سريعه على المشروع. مثل ما شايفين من احلى المشاريع. يميز المشروع انه المباني كلها اطلالات على اللاجون كريستال، وهي اطول لاجون كريستال موجوده بالعالم، طولها 14 كيلومتر. طبعا بيميز انه على الجوانب بيكون في شواطئ خاصه للمباني. ما ملاحظين مباني بالشوفية اوريدي مثل ما للي هنيك بالمنطقة. هاي بتجي الشقة 3 غرف. طبعا في غرفة وصالة وغرفتين وصالة.